نحن خوفنا وقلقنا حقيقة أن تكون هذه الجمهورية التي قادها ميشيل عون هي آخر جمهورية، ونوجه له الشكر الجزيل على هذا الجهد الكبير الذي بذل. يعني أما لبنان بجهنم وفل. ميشيل عون إجا دمر الدستور تدميرا كاملا مع أنه قسم اليمين على الطائفة ودستور هذا الوطن، ولا يوجد أي فرص للبنانيين اليوم أن يتفقوا على أي دستور سوى هذا الدستور، وخصوصا للمسيحيين ما يلعبوا بهذا الموضوع. مش وقته. مجلس نواب غير قادر على انتخاب رئيس، غير قادر تأليف حكومة، شو هذا؟ فيجب إجراء انتخابات نيابية بنفس القانون الانتخابي. يجب أن يتغير القانون للشعب. هذا مسخ.